ليس لأنه إسرائيل استثمرت في هذا الموضوع أو دعمته، إسرائيل لا تملك هذه القابلية ولا أحد له اتصال بقوى الشعب الحية، لكن ما حصل في الانتخابات كان مثل ما يقولون عندهم المثل العراقي دوس بالبطن، يعني المرشد داس على بطن الناس كثيرا، ضغط عليهم كثيرا في هذه الانتخابات، أغلق حقيقة أمامهم كل أبواب التعبير. هذا له ثمن فادح، هذا درس تاريخي يحدث كل مرة عندما ييأس الناس من صناديق الاقتراع. طبعا أنا لا أصدق أبدا أنه النسبة كانت بحدود 40% كما تدعي إيران في الانتخابات، أبدا هذا غير معقول وغير منطقي ولا أعتقد أنه صادق. فبالتالي عندما يحصل ذلك، عندما يتوقف صناديق الاقتراع عن التعبير عن آراء الناس، الناس ستلجأ إلى الانتفاض. هذا ما حصل لدينا في تشرين، ما حصل في مصر إذا تذكر حضرتك في آخر انتخابات لحسني مبارك، ما حصل في إيران عقب الثورة قبل الثورة الخضراء عندما أصر المرشد على تفويز محمود أحمدي نجاد على بقية المرشحين. هذا ما أتوقعه أن يحصل أيضا في السنة الأولى لرئيسي. إذن مرة ثانية، رغم أنه هذا الخيار غير مطروح استراتيجيا ولا يفكر به أحد، لكن تبقى الجماهير هي الخيار الوحيد الحقيقي اللي يستطيع أن يقف بوجه الملالي في هذه الفترة، ليست فقط في العراق ولا في لبنان بل في قلب إيران نفسها.